اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نحتفلوا في مولد النبوي الشريف، وحبيت نعرض الدراري تاعنا تاع الحومه، نعطيهم الصحه الاولياء تاعهم اللي بعثوهم لنا، بارك الله فيهم، كل عام وانتم بخير ولكم الصحه والهنا، ومزيد ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اليوم حبيت نحتفل مع وليدة جيراني بدارة جديدة، وكما ما يخفلكمش اللي كنت مريضة صافي 5 شهور ولا طايحة فراش، الحمد لله على نعمة المرض وربي يعطي الدواء ويعطي الدواء. وحبيت ندير تحضيرات مع جيراني واهلي وناسي كنت نخيرهم اللي جابوا لي بعثوا لي وليداتهم، ونوري لكم شوية نموذج شو حضرت اليوم مع وليداتي في هاد القعيدة تاع صغيرة تاع براعي ان شاء الله. كما جرت العادة كل الشعب الجزائري يجي بالحرق لوليداتو، انا اليوم حبيت نعلم لوليداتنا ومن الفوق ما نزيدوش نشوفو محارق، خاطش الا ما طريناش وليداتنا نضلو لجيراننا ولا الناس اللي ضايعين بينا. حبيت نعلمهم كيفاش يتعلموا يديروا اناشيد دينية ولا نذكروا ربي سبحانه ونستغفروه ونديروا حنينة غير بيناتنا، هكذا حاجة مليحة وماشي حاجة اللي تضر الدراري وتضر الجيران. مع العلم ان مدينة قليعة عريقة وعندها حضارة وعندها موسيقى وعندها عدة تظاهرات شعبية واندلسية، احنا عندنا كما العادة والعوايد علمتوا شحال خطرة قلت لكم قعيدات، اليوم حبيت غير براعم كما وليداتنا وليدنا فاتح خطاه لخت الناس من هذه فاتت مبروك عليه العقوبة للزواج ومنقولش نجاحه، نحب النجاح قبل الزواج، ربي يوفقه في حياته ان شاء الله. وهاد القاعده اللي ما فنديها مع الكبار اللي حبيت غير براعم صغيرين ندير معاهم قاعده تاع مولد النبوي الشريف. وما يخفاكمش القليعة عندها حضاره وعندها آثار، عندها توجو عندها توجو قليعة معروفه بالالات الاندلسيه وبالصناعات التقليديه واكلات التقليديه بالطبع الحال، وان شاء الله يكون عينا اعجبكم واش راني قدمت لكم اليوم. وما يخفاكمش اللي ما زدت شويه مريضه ان شاء الله ربي يشفيني. نشكر جميع الناس اللي سقسات عليا واللي بعثت لي، وما حبوش الناس نقول واش بعثوا لي ولا واش مدوا لي، كثر خيرهم وان شاء الله ربي يزكيهم في مالهم وصحتهم. ونشكر كاع الناس اللي سقساو عليا نعاودها ونقولها راني محشمانه منكم اللي ما اتصلتش بكم وانتم ما جيتونيش باش نشوفكم، كثر خيركم وان شاء الله نجاتي ان شاء الله ولدكم صحة وهنا بعد قدامكم دايم وشكرا لكم. صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. صحة مولودكم. صحة مولودكم. صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. صحة مولودكم. صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير. عاود هالي يا عمري. بسم الله. محمد محمد وصلوا يا نمار عليه، وصلوا يا نمار عليه سيدنا وحبيبنا يا رحمن صلى عليه. حنينا يا حنينا وحنينا في تفسير بالنار، وحنينا في تفسير بالنار يا ربط عاسيدي وليدي وفي وجه النبي المختار. وفارس
زوين سيدنا علي. Man.
خرجي الفتح وبقيه بسلامة. ونهنيكم يا جماعة اللي جيتوا كلكم كيما فرحتوا مع ناسي مع قبل وبداتكم. يعطيكم الصحة، يعطيها الصحة قسم اللي قدمت لي. بارك الله فيكم جيراني وحبابي وناسي، كل عام وانتم بخير وهذا النهار والله ما ننساه. مولود يا مولود مولود النبي لا لا يا منى ولد تصبي سيد علي في الجبال يفرح بينا غنيك والمدينة. صلي علي صلي وعلي سوق سوق بالجمعة راجل ومرا شيخ دلع القصبة مولاي احمد يما يما كحليلي بالمرد وطول برا شوف سيدي محمد يدو حمرا يدو حمرا بالهناني والمرضى تفدي الغمة تفدي الغمة يا حجاج بيت الله إذا شفتوا رسول الله شفناه ورينا في الكعبة خلينا يتوضا ويصلي يقرأ في كتاب الله 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 يا طيور اللي طاروا في السماء عنده داروا في المنكر حبينا في الجنة يبشرنا. صحة مولودكم النبي وفرحنا النبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه وفرحنا النبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلوا على بن أمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى